السلام عليكم يا شباب، اليوم جمعت لكم مجموعة من أسهم تحتاجها للمونتاج وتصميم الصورة المصغرة، فما بطول عليكم في الفيديو. كل ما عليك طريقة تحميل، كل ما عليك تدخل على هذا الرابط، هالرابط بتحصله أسفل الفيديو. بعد ما تدخل على الرابط بيوديك إلى صفحة إعلانية، تتخطى الإعلانات بيفتح لك موقع ميديا فاير، فتضغط على الداونلود فيبدأ التحميل. بعد التحميل يضغط لك، بيفتح لك، بيظهر لك على شكل ملف مضغوط، تضغط كليك يمين، تضغط اكستراكتير او استخراج. هنا ناس ما تشوفون هذا ملف الصورة، تدخل عليه بتحصل مجموعة صور اسهم بدون خلفية، يعني شفافة بخلفيات شفافة. فانت تصمم صور اللي تحتاجها لتصميم الصورة المصغرة وهذا الأشياء. فهذا هو الشرح. إذا عجبك لا تنسى اللايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة، وبترككم مع استعراض الأسهم.